هنعرف تفاصيل اكتر مع ضيفنا الاستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي وعضو اللجنه الوطنيه لرعايه الغارمين والغارمات. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يعني في البدايه لو ترصد لينا ابرز جهود الدوله المصريه لحل ازمه الغارمين والغارمات بالاخص الفتره الاخيره. طبعا المنهج اللي بيتبعه فخامه رئيس الجمهوريه في علاج اي ظاهره هو العلاج الجذري ليها. فطبعا تم تحليل الظاهره وتم رصدها، وكان الهدف ان هو ازاي تتاخد اجراءات لمنع حدوث هذه الظاهره وتكرارها. صدق فخامه الرئيس وبتكليف بنك ناصر باطلاق صندوق استثمار خيري للغارمين. الصندوق ده أول صندوق استثمار خيري يتصدى لهذه الظاهرة، وأهمية هذا الصندوق هو تجميع جهود الدولة كدولة كبنك ناصر كوزارة التضامن كجامعات عمل مدني، كل الوسائل تجمع ويتخلق مصدر إيراد ويتعمل مجلس إدارة يتولى هذه الظاهرة. الهدف من الظاهرة هنا الهدف إن هو يبدأ تقديم رعاية متكاملة للغارمين. طبعا الموضوع الغرم ده او التعثر هو ظاهره انسانيه. الظاهره الانسانيه دي المجلس انعقد وبدا نحلل اسبابها، فبالتالي كان احد الاسباب ان احنا نشوف ليه الظاهره بتحصل، ازاي نمنع حدوثها، وبعدين ازاي نقدر نخرج من السجون كل الناس دي كلها اللي هي فاضلين. على فكره الحمد لله من ساعه ما اطلق الرئيس فخامه الرئيس الظاهره ما يعني المتوقع حاليا حوالي 1500 حاله، ده مقارنة ب يعني حالة. اعداد فوق ده المتبقيين. احنا بنتكلم على بادئين، كان اول ما بدانا في اطلاق المبادره واطلقها الرئيس من خلال مكتبه الشخصي مكتبه هو ومن خلال امواله الشخصيه، بالاضافه من خلال كمان تجنيد موارد تحيا مصر، كنا بنتكلم على حوالي 150 ل 180 الف حاله. النهارده 1500 حاله الموجودين وكلهم قيد الدراسه، ويعني بسيطة قوي ان احنا نحل يعني ننهيها. انما الهدف هل الهيئة القضاء على الظاهرة التصدي ليها، وبعد كده اهم حاجة كمان الرعاية اللاحقة بمعنى ان الشخص اللي بيطلع ده او يفك غرمه او يفك الغرم بتاعه بيطلع بيواجه الحياة، اولا قد يضطر لظروف اخرى ان هو يعود تاني لنفس الظاهرة، قد يكون حالته الصحية غير سامحة، قد يكون التزاماته يعني متزايدة. الهدف من صندوق الاستثمار ان هو ياخد الحاله يعمل لها الرعايه اللاحقه يتولاها بقى، يعني كان الاسره دي او الشخص ده او السيده دي تصلح للعمل فيبقى في تمكين، اذا كان انها عندها ظروف مرضيه يتولى علاجها، اذا كان اولادهم احد الاولاد لا قدر الله باي حاجه تعوقه عن العمل يتولى صندوق اخر اطلقه بنك ناصر وهو صندوق عطاء. يعني الفكره هو رعايه الظاهره رعايه متكامله، خلق فرص للعمل، التمكين ومنع حدوثه تاني مره اخرى. طيب اللجنه الوطنيه اصلا مخطط اللجنه الوطنيه يا فندم لرعايه الغارمات ايه خطتها الفتره اللي جايه؟ اولا احنا اللجنه انعقدت اكثر من جلسه بهدف تحليل الظاهره، تحليلها وتحليل اسبابها ووضع خطه العمل لمنع حدوث الظاهره او تكرارها. ثاني حاجه كمان لوضع تعريف سليم وموحد على مستوى الدوله للغارمين. ثالث حاجه كمان دراسه القوانين المنظمه للتقاضي في حاله الغرم، يعني نفاجئ ان لو في اي تعرض اي شخص لتعثر وتعرض ان هو بقى من الغارمين وخد حكم، مهما كان الحكم بسيط اما بيطلع يفاجئ ان هو خلاص في صحيفه الاحوال الشخصيه بتاعته عنده ان هو سجين سابق، دي بتعوقه عن ان هو يمارس حياته الاجتماعيه والاقتصاديه بطبيعيه، فدي بنحاول نتصدى لها. واللجنه طبعا فيها ممثل على مستوى عالي جدا من وزاره العدل ووزاره الداخليه ووزاره التضامن طبعا تحت رعايه معالي الوزير الامين قباس شخصيا، فبنحاول نحط تخيل للمشرعين ان احنا بنوصي مثلا ان اول وقع في حدود مبلغ معين ما تقيدش بصحيفه الحاله الشخصيه، ان ممكن او استبدال العقوبات الجسديه بعقوبات عمل مدني. فاللجنه يعني واخده ابعاد كتير كده، بعد التمكين، بعد ايجاد فرص العمل، بعد المتابعه، اهم حاجه بقى المتابعه اللاحقه
لمانع تكرار. نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الأستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي وعضو اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات. برحب بك يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بك. يمكن يعني كنا بنتحدث عن اللجنه الوطنيه لرعايه الغارمات والهدف منها واليه عملها. هل في قاعده بيانات موحده لحصر المستحقين لضمان عدم ازدواجيه السداد؟ الوضع الحالي يا فندم، وده السبب الرئيسي اللي جعل فخامه الرئيس يكلف معالي وزير التضامن الأستاذة ليفين القباشي إن هي تبدأ نعمل إجراء موحد على مستوى الجمهورية. أول حاجة هي القضية اللي سيادتك أظهرتيها، وجود قاعدة بيانات موحدة لكافة الأفراد اللي هم استفادوا من مبادرات الغارمين اعتبارا من سنة 2015. ثانيا حصر الحالات اللي هي ما زالت موجودة في السجون. ثالثا حصر الحالات اللي هي ما زالت متداولة في المحاكم. القاعدة دي كلها هيبني عليها أساس عمل الصندوق، إن هو مثلا مش على سبيل المثال المقترح مش هيستفيد من أموال الصندوق أكثر من مرة. فالقاعدة الموحدة حاليا بتبني، كل جامعات العمل المدني قدمت كشوف خاصة بيها، بيتم طبقتها مع وزارة العدل، بيتم طبقتها مع وزارة الداخلية، وإن شاء الله في خلال فترة يعني قليلة هيبقى فيه في وزارة التضامن قاعدة موحدة لكافة بيانات الغارمين، سواء في الحالات السابقه منذ بدء التجربه او المتداوله حاليا، وبعد كده هنتنقل لمرحله اخرى اللي هي موجوده في النيابات، ودي لسه هتبقى مرحله يعني لاحقه. انما الهدف الاساسي انشاء قاعده قوميه من البيانات لكل الحالات. طيب، حملات التوعيه لتعزيز ثقافه الاستهلاك الرشيد، ويعني التوعية من أضرار كتيرة جدا زي اللجوء إلى السلف والاقتراض غير الآمن خاصة بالقرى الأكثر فقرا، بنعمل إيه في هذه الخطوة؟ الحصر اللي سيادتك أشرت ليه هو حصر بيحل جزء كبير جدا من المشكلة، لأن كل حصر من الحالات دي كلها بيتحصر إيه أسباب التعثر، مكانه فين، في أنهي محافظة، في أنهي مركز، سببه إيه، هل يعني قرض استهلاكي، هل قرض مدني، هل قرض تجاري، هل تعثر في مشروع. بناء عليها بيتم حملات توعيه، ومش بس حملات توعيه، حملات توعيه بالاضافه لخطط بديله. يعني لازم النهارده لو في نسبه مثلا حوالي يمكن 20% من الحالات ما هياش اقتراض استهلاكي، هي حالات ناس خدت فلوس عملت مشاريع ولم توفق، فنبدا بنحيتنا المشروع الاخر ده ونوفر لها وسائل التمويل. فبالنسبة للإنفاق الاستهلاكي طبعا في النهاردة وزارة التضامن عاملة قوافل وعاملة موجهات من شباب الخدمة العامة بالإضافة لموظفين في الوزارة، بيلفوا يقعدوا مع الناس ويفهموهم أضرار الاستهلاك الرشيد، غير كده نمط الاستهلاك. لأن لقينا بعض الحالات في مبالغة في مثلا تجهيز العروسة، مبالغة في حجم الجهاز، مبالغة في الإنفاق بسبب العادات والتقاليد اللي بتعمل كوارث في الحقيقة. يعني والله كل دي ظواهر اجتماعية بنحاول نتصدى لها، بنحاول نشرح، بنحاول نوضح للناس. عشان كده الهيئة القومية زي ما سيادتي قلت هي مهمتها إن هي تحل المشكلة من جذرها. يعني دائما فخامة الرئيس لما بتعرض أي مشكلة بيحب يتعامل معاها من الأصل. لما جت تعرضت على معالي الرئيس مشكلة العشوائيات، كان أول سؤال سأله ليه العشوائيات نشأت؟ وليه تركزت في ثلاث محافظات زي القاهرة واسكندرية وبورسعيد؟ وكان الحلول لو تلاحظي الحلول هو إنشاء بديل للعشوائيات. ثانيا المحافظات اللي هي محافظات طاردة تم إنشاء سكن، تم التركيز عليها في الموازنة الإنفاق الاستثماري في المشروعات. فالحمد لله إحنا شفنا في حالات كتير جدا خلال السنتين اللي فاتوا ما يسمى بالهجرة العكسية. يعني شبان كانوا جايين من محافظات معينة يشتغلوا في القاهرة أو اسكندرية أو بورسعيد، رجعوا تاني أما واشتغلوا في المصانع اللي تم إنشائها وتوفير سكن. فكان دايما الرئيس سؤاله طب إحنا هنتصدى للظاهرة بشكل عاجل، طب محتاجين إيه، طب عشان نحلها من جذرها وما تتكررش تاني إيه الخطة طويلة الأجل. إحنا عندنا حصر يا فندم لعدد الغارمين والغارمات حاليا، ما هو متداول في يعني خدوا احكام 1500 حاله، 1500 مقارنه بنتكلم على حوالي 180 190 الف في 2015.
فال 1500 دول ان شاء الله كلهم بيدرسوا وهنحاول ننهيهم باذن الله باسرع وقت. يا رب يعني المهم ان هو ما يتكررش يعني بالزبط. هدف اللجنه ان هو المحلات دي ما تتكررش. القانون تصدي لي الراجل اللي يطلع او الست اللي تطلع دي ما يبقاش عندها وصمه عشان خاطر كان عليها 5000 جنيه او 10000 جنيه تتحرم انها تشتغل في مكان او يبقى ليها فيش تشبيه عليها علامه معينه. فكل ده اللجنه بتتصدى له لحل الظاهره. طبعا الظاهره نظرا انها ظاهره انسانيه فهي ظاهره مستمره. انما هنحاول نخليها تاخد شكل اخر. مش نتيجه للانفاق بذخي، مش نتيجه للاستغلال جهه لجهه، مش نتيجه لانه اكتشف مثلا في التحليل في بعض الشركات متخصصه انها تدين الناس وبعد كده تبدا تطالبهم ب قد يكون بعض الاحالات القاسيه جدا يمكن باعضاء بشريه مقابل الدين اللي عليهم. ف بيطالبوا باعضاء بشريه وتم ابلاغ عنهم وتم القبض عليهم بالكامل. فالظاهره ظاهره يعني عايزين نعرفها هي ظاهره انسانيه قاسيه ناتجه عن عدم وعي وعن استغلال طبقه وفي ناس بتستغلها طبعا لارتكاب جرائم. مع في مجتمع فيه 100 مليون هتلاقي حضرتك كل الظواهر متاحه. يعني قد تكون الظاهره دي ظاهره مثلا كانت ظاهره في محافظه او محافظتين انما الحمد لله تم التصدي ليها والقضاء عليها. التوعيه زي ما سيادتك قلتي اساسيه جدا. ايجاد بدائل، ايجاد بدائل يعني لو النهارده حد اقترض عشان علاج اسرته او بيعالج زوجته فلازم احنا نوفر له وسائل العلاج نضمه لمنظومه التامين الصحي. لو حد عنده اولاد لا قدر الله يعني فيهم اي مشاكل صحيه الصندوق يتولى العلاج بتاعهم. لو عندهم اطفال بقى حاله اخرى بالمتفوقين او النابهين يتم رعايتهم. فالهدف اللي هو المرحله الاولى قصيره الاجل التصدي السريع للظاهره لحد ما وصلنا لرقم 1500 وده رقم يعني متواضع جدا جدا. الى المرحله الاخرى هي القضاء على الظاهره والتصدي ليها لمنع تكرارها بشكل علمي مدروس مع ايجاد وسيله لتكاتف كل وسائل الدوله سواء العمل المدني، جمعيات العمل المدني، وزاره التضامن كاساس، بنك ناصر، البنوك التجاريه الكبرى، المؤسسات العامله في مصر. فاللجنه هتضم هي ضمه كل الهيئات دي وصندوق الاستثمار اللي هيطلق احنا مستهدفين 500 مليون وهيبقى ان شاء الله يعني هيطلق ب 10 مليون من بنك ناصر وبعض المؤسسين. بعد كده هيطرح الكتاب العام اللي لو قدرنا ده يعتبر حضرتك قانون هيئه الرقابه الماليه استحدث صناديق استثمار ما هو يسمى صندوق الاستثمار الخيري. صندوق الاستثمار الخيري ده هنا موجه للغارمين يهدف الى تحقيق عوائد اقتصاديه وكل عوائده توجه للانفاق على الغرض. فاكن حضرتك احنا عملنا ايه؟ زي ما كنا عملنا وقف نقدي لهذه الظاهره فما يعتمدش بقى على وجود جمعيه عمل مدني حد بيتبرع لها، لا بقى في استدامه وقدره كمان على انشاء مشروعات طويله الاجل. يعني ممكن في كلام في حديث ولقاء مع معالي وزير الدكتور اهم حاجه يا فندم زي ما حضرتك ذكرت ان يكون في استدامه لمساعده ودعم الغارمات ليس فقط في اخلاء سبيلهم ولكن كمان حتى يتم تمكينهم اقتصاديا ولا تتكرر هذه الظاهره مره اخرى. الاستاذ محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الاداره والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي وعضو اللجنه الوطنيه لرعايه الغارمين والغارمات، انا بشكر حضرتك على وجودك معانا. هنسيب حضراتكم مع انفوجراف ل يعني جهود الدوله في دعم ومساعدة الغارمين والغارمات.